عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وبتكليف من السيد رئيس الوزراء اجتماعا موسعا بحضور الدكتور جلال سعيد وزير النقل واللواء محمد علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بشأن دراسة موقف أسعار نقل المنتجات الغذائية خاصة بعد ارتفاع أسعار المنتجات البترولية. وقال قابيل أن الاجتماع استهدف التعرف على حجم الزيادات التي طرأت على منظومة نقل السلع بين المحافظات بعد زيادة أسعار المحروقات، وكذا استعراض أهم الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة على المستويين القصير والطويل لتقليل التكلفة والحد من الزيادات غير المبررة، وذلك لتقليل التأثير على أسعار المنتجات على المستهلكين، حيث تم الاتفاق على قرارات محددة من شأنها السيطرة على تكاليف النقل الداخلي.